بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي، نعود إليكم من جديد. اليوم أشرح كيفاش كان نصطالي واحد ولا كندير واحد الشيما سامبل أليماج، يعني حيت كاين سامبل أليماج وكاين دوبل أليماج وفاي فيان. المهم حنا غنديرو سامبل أليماج، غنبداو شوية بشوية، يعني بغينا نديرو غير بولا، إن شاء الله غير واحد البولا تقريبا نديروها في دار ولا بيت ديالي ولا في شي محل، يعني سهل المال. كناخدو واحد الخيط ديال، كان يكون عندنا فاز ونو تريبيانسيا، كناخدو ديال الفاز كنديوه لافيزيبل باش الحماية، من لافيزيبل كنديوه لانتيريبتور ديالنا يعني الساروت، وهداك وكناخدو من الساروت عاود تاني واحد الخيط وكنديوه للبولا، والبولا كنعطيوها النوتر. وباش نسهل المأمورية كناخدو النوتر كنجيبوه ديريكت كنديوه للبولا، وديك الساعة غيبقى لنا غير الفاز، كنجيبوه كنعطيوه للفيزيبل، من الفيزيبل لانتيريبتور، ومن لانتيريبتور كنديوه للبولا. باش نتفاداو كورسي خوي خصنا نركبو بعدا النوتر نديروه للبولا ونتهناو منه باش ما يدخلش لينا مع الفاز في شي بلاصة هنايا ونصدقو في كورسي خوي. كنركبو بعدا النوتر كنعطيوه للبولا، وديك الساعة كنخدمو بالفاز، حيت الفاز سواء شادينا فاز مع فاز ما نخافوه، المشكلة إلا جمعنا بين فاز ونوتر غيكون عندنا كورسي خويا. وشكرا. وباش يوصلكم الجديد إخواني أخواتي، ما تنساوش ديروا أبوني القناة ديال اليوتيوب ديالنا، وشكرا.